مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج الماتينال كما العاده تويكا باش نحكي وابراج هذاك علاش بحثنا قارئه الابراج والتاغو مدام بسمه الحنافي. مرحبا مدام. حب وسلام وشكر وامتنان. مرحبا بك لو بيا معاك فهالصباح المزيان ان شاء الله بالخير مليان. يعيشك يا لاله. الوغ قبل ما نحكي ابراج نرجع واحده للشيف. مرحبا فاطمه. مرحبا بكم ساده المشاهدين. نمشيو مباشره لاختنا فتحيه. شيف فتحيه قاعده تحضر لنا فالحلو لقات باش نشوفوا الزينه نتاعو. نتصورها بسيطه بسيطه ما فيهاش برشا ماتريال ما فيهاش حاجه. جمله انا تشوف فيهم كيفاش عملتهم كيما البلانكيتات الصغار. نجي في الوسط ونعمل شق صغير بالسكينه. او سكينه برشا ماتريال فتحيه. برشا ماتريال اللي ما عندوش سكينه في داره قاعدين بالمنجل يقدم سنين يقدم دونك هكا بالشق صغرون اللي عنده مقص تاع كوجينه ينجم يستعمل المقص يشق هكا السكينه فرقيته مغرفه بعد ما يفيضش هذاك هذاك علاش نفسوه باش ما يفيضش باش ما يترشقش ويطلع منظرهم مزيانين برشا كيف يتيبوا يحمروا عندهم يعطيو منظر ياسر شباب. هما يحمروا حتى مخاطر فيهم ياغورت تصور يجيو محمرين شوي. فوالا باهي مشكوره شفت الزينه نتاعو. دونك هذايا الزينه نتاع البسكوي البنين هذايا اللي الفارس نتاعو قلنا بسفرجل توا ولد وقته. انا ساده المشاهدين كيف ما قلت لكم الكمونيه السر نتاعها انه اللحم والكبده والقلب بعد ما قليناها بشويه زيت نجمه اخترناه اليوم ديو هذايا المميز حطيتهم على نار هاديه وغطيتهم خليتهم يطيبوا في الماء نتاعهم. علاش؟ هوني انا ما نحبش من بعد المرقه نتاع الكمونيه تجيني غامقه، هذاك علاش اللحم يطيب من الاول وبعد نحط طماطم سي كامل مزيانه هي اللي باش تعطينا لون حلو للمرقه نتاعنا اللي هي الكمونيه هذيا. باش نحط مغيرفه ما نكثرش برشا خاطر متعود يحط مغيرفه ونص طماطم سي كام في كميه متوسطه نتاع كمونيه ينقص على خاطر طماطم سي كام كونسونتري بالكدا بالكدا وتبذر وتعطينا لون مزيان بالطنجره. مع الطماطم لفاح الوحيد اللي باش نحطه هو فلفل زينه في الكمونيه باش نستعمل فلفل زينه وطماطم سيكام اكاهو هذوما باش نمرقهم لا نعمل تابل لا نعمل كركم لا نعمل حتى شيء اخر. هذايا اللفاح الوحيد اللي نعمله للكمونيه بالعلوش. نمرقها مش برشا نخليها تطيب على نار هاديه كالعاده مغطيه. شوفوا لونها مزيان الطماطم تعطيها لون ياسر حلو. طماطم سيكام احنا طماطم هذه مجموعه فصل الصيف هذاك علاش تلقاوها ماهيش قارصه وتلقاو لونها مزيان وفيها بنه تعرفوها ملي تذوقوا. دونك هذه كمونيه الكمونيه نتاعنا حضرناها باش خليها انا تكمل الطيب على نار هاديه ولين تقف على زيتها. من بعد نرجع معاكم ونشوفوا الفاخس اللي باش نحضروه للخبز المحشي اللي قلنا اليوم باش نعملوه بالعجينه نتاع البيتزا من عند سمارت شيف. مشكورين للشيف بقايه الابراج مع مدام بسمه الحنافي قارئه الابراج والتاغو. نعطيك الكلمه مدام. التوقعات نتاعنا هذه مبنيه على حركه القمر وان شاء الله باش تكون من نهار 2 نوفمبر الى 8 11 نوفمبر ان شاء الله. والقمر اول اسبوع باش يكون 2 و3 في برج الجوزاء ولما يكون في برج الجوزاء يعطي الحظوظ والطاقات للميزان والدلو. لذلك باش نفتتحوا هالاسبوع هذايا بطاقه الابراج الهوائيه وبرج الجوزاء موقع فينوس كذلك اللي هو في الميزان مناسب جدا للثلاثه ابراج هذوما. قلب كبير للابراج هذوما معناها قلب كبير نتاع حب نتاع عاطفه نتاع كاريزما للميزان والجوزاء والدلو الاسبوع هذايا. وننطلقوا مع الجوزاء برج الاذكياء الاسبوع هذايا عنده برشا ايجابيات وبرشا حاجات ايجابيه وخاصه دعم مالي الاموال باش تبدا احسن للجوزاء. الجوزاء عنده تعارف جديد اذا كان يبحث عن تعارف بشرى للقاءات للناس اللي تبحث على شريك عاطفي. في الدراسه كذلك الجوزاء باش يكون متميز. اخر الاسبوع يا جوزاء قد تفتعل المشاكل مع الشريك او في العائله. رد بالك ونصيحه الفلك ليك الاسبوع هذا تخلص من التوتر وخوفك الداخلي هو يخليك مش مركز. ورقد خاصه مزاجيتك ايها الجوزاء. الميزان المزيان السياسي الدبلوماسي الاسبوع هذا يا ميزان تيار من الحظ. انت كان من الناحيه العمليه او من الناحيه الماديه عندك رد اعتبار عندك اعتذار عندك حق باش يرجع لك ان شاء الله. اوضاعك العامه كلها جيده.
نشوف حواليك في شعلة من الحب والحب والمحبة تساندك برشا الأسبوع هذايا. المفتاح نجاحك في الأسبوع هذايا برج الميزان، أخرج من طاقة الضحية ودافع على أفكارك وآمن بنفسك وما ترديش الناس على حسابك الخاص. الدلو أسبوع مصيري، والدلو البرج الحلو لقاءات جديدة وتفائل إن شاء الله جديد باش تشعر به. أخيراً الأسبوع هذايا باش نراو البسمة والفرحة على وجهك يا برج الدلو، أنت في الصدارة وفي المقدمة الحظ. الأسبوع هذا خمسة نجوم، أنا عملتلك خمسة نجوم، أسبوع بخمسة نجوم من النواحي الكل اللي كنت يا دلو. البعض منكم ممكن نزاع مهني لكن عابر، تواصل يا برج الدلو الأسبوع هذايا مع الأجانب، مع أخبار مفرحة من برا، وألا فلوس، فلوس جيتك من برا يا برج الدلو. مع شريك فما استقرار وتفاهم. نصيحة الفلك ليك الأسبوع هذا يا برج الدلو، عزة نفسك ما تكثرش منها، قلل من 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 الكبرياء متاعك وخليك شوية لين في التعامل وما تهولش الأمور علي من حولك يا برج الدلو البرج الحلو. طيب السرطان، السرطان سلطان القمر الأسبوع هذايا. القمر باش يكون عندك نهار الأربعاء ونهار الخميس، ولهذا هذوما كي نقولوا الأيامات يعني هما الأكثر حظا، لأن القمر يعطيك الحظ نتاعو ويعطيك الكاريزما الخاصة ليك يا سرطان. أسبوع العمل والشجاعة عنوانته لك إن شاء الله، باش تكون في طاقة أكثر من إيجابية. وعندك يا برج السرطان حسم لقرار قد يكون مادي أو عاطفي أو عائلي، طاقة رائعة، أسبوع من اللقاءات الجيدة، أنت تصنع الحظ الأسبوع هذا، أنت باش تصنع الحظ بيديك. تحسين في منزلك، في بيتك، انتقال من مكان إلى مكان، تغيير ديكور مع شريك فما تصالح. المفتاح نجاحك هذا الأسبوع يا سرطان يا سلطان القمر، برد أعصابك قدر المستطاع. بالنسبة توا العقرب ملك الإحساس، ويعتبر العقرب هو ملك هالفترة هذه، ملك الإحساس والملك، لأن أشعة الشمس عنده في المجموعة النجمية البرج العقرب، كذلك عطارد ولو متراجع في برج العقرب لكن موجود في برج العقرب. أسبوع مختلف جدا 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 لك أنت يا برج العقرب، استفد من هالخير الكل اللي جايتك. اطلب اي حاجه، انت باش تكون مطاع في اي طلب تطلبه، والحركه فيها بركه، تحرك دق البيبان، الحركه فيها بركه. عرض العمل للناس اللي ما عندهمش عمل من برج العقرب، ونشوف اللي ان شاء الله الامور هيله برشا، وبتشعر اصلا بتشعر بايجابيه وبطاقه ايجابيه. انفراجه ان شاء الله في ناحيه الشفاء والاستشفاء، يعني من اي حاجه فما استشفاء. حضور وتميز كبير برشا في الاسبوع هذا. ركز على الحب يا برج العقرب، وانتبه للعلاقات العابره واياك من العلاقات الثلاثيه. بالنسبه لنصيحه الفلك ليك الاسبوع هذا يا برج العقرب، حاول أن تسيطر على أفكارك السلبية، لأنها قد تورث لك قلة نوم وتعب في النوم يا برج العقرب. والله لا يخليوني. الحوت الأسبوع هذايا، الأسبوع هذايا الحظ يعود لك بقوة يا برج الحوت، باش تشعر بطاقة الحظ اللي هي عايدة ليك أنت بقوة، وتحقق مكسب مالي باهي برشا، مكسب مالي، وخاصة إذا كنت في ميدان البيع والشراء والأخذ والأعطاء أو في الإبداع. كذلك حتى لو ما فيش هذا فما مكسب معنوي في العائلة، قد تعمل شوية مناوشات، ولكن مناوشات تبدأ بسرعة وتنتهي بسرعة. برج الحوت أنت الأسبوع هذا إذا كنت ناوي باش تشري سيارة ولا باش تعدل سيارة ولا باش تغير سيارة، هذا وقت مناسب جدا، وباش تكون الأمور مسهلة عندك في موضوع أي وسيلة نقل لك أنت الأسبوع هذا.
طويكا باش ننتقلوا الابراج الناريه، نبداو بالاسد مدى. الاسد ديالنا نهار الخميس والجمعه القمر عنده، يعطيه المميزات الكبيره نتاع القمر. وقد ينهي موضوع قانوني برج الاسد، وعنده تسديد الديون، وبرج الاسد قلبه باش يدق دقات كبار، وعنده فما البعض منهم يعني فما سوء فهم مع الشريك، حاول باش تستوعب الشريك يا برج الاسد، لكن حتى كان فما حاجه سريعا ما تزول. اسبوع ان شاء الله يا اسد باش تفتخر به، تفتخر باحد ابنائك، بواحد من اولادك ولا اخواتك ولا حاجه، باش تفرحك برشا. مفتاح نجاحك الاسبوع هذا يا برج الاسد، حرر نفسك من اراء الناس، ما عادش تاخذ كلام الناس، هنالك من يسعى للنيل منك. ويا برج الاسد فما شكون باش يقول لك كلام حق اريد به باطل، ولهذا ركز على اراء الناس، ركز على اللي انت تحس وتشعر به. كلام الناس لا بيقدم ولا بيوخر. اسمع جورج وصوف برج القوس توا. القوس اللي خير من الفلوس وبعرفته كنوز الاسبوع هذايا برج القوس، في مركز قوة، باش يشعر بمركز قوة، باش يشعر بالقوة هذا الأسبوع، وقد يكشف مؤامرات ولا وشايات في العمل، سقوط أقنعة ووضوح الرؤية أمامك، وهذا باش يخدمك الأسبوع هذايا إن شاء الله. برج القوس باش يجيه فرج كبير وانفراجات على موضوع كان عالق وموضوع كان متعبه. وبالنسبه اللي شكون يدعمه الاسبوع هذا، باش يدعمه برج الاسد وبرج الحمل، ويلقى معاهم الكثير من التوافق، كان عاطفيا كان عمليا كان مهنيا، وقد يلتقي برج القوس بشريك العمر او توأم الروح. مفتاح نجاحك يا برج القوس، اهم شيء الاسبوع هذا وضعك الصحي، أنت تهمل صحتك، اهتم بنظامك الغذائي يا برج القوس. ساوي بعد القوس عنا الحمل. الحمل الأسبوع هذا من لا شيء يصنع أشياء، ومن الفحم باش يصنع الذهب. يعني أسبوع هايل برشا في كل الميادين، طاقته باش يشعر بها عالية، يوصل الأهداف بذكاء، خدم ذكائك يا برج الحمل الأسبوع هذا مع شريك، ما تعاودش أخطاء الماضي يا برج الحمل. بالنسبة للجو العائلي مميز، فرحة بفرحتين، كان عندك أولاد، كان عندك أخوات، كان عندك أهل ولا أي حاجة، عندكم فرحة بفرحتين ليكم أنتم يا مواليد الحمل. مفتاح نجاحك هذا الأسبوع السرية والكتمان، الشيء راهو اللي تتكلم عليه ماهوش باش يتقضى وما يصير منه حتى شيء. السرية والكتمان مفتاح نجاحك هذا الأسبوع يا برج الحمل. ننتقلوا تويك الأبراج الترابية، نبدأ بالعذراء. أي العذراء نهار الخميس ونهار الجمعة إن شاء الله القمر باش يكون في برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء أنا عنوانت الأسبوع هذايا أسبوع الفرص المفتوحة لك أنت يا عذراء. إن شاء الله فما استقرار وانسجام في العائلة، وفما بوادر لمصالحات للناس المنفصلين من برج العذراء، كان انفصال عاطفي أو انفصالات في علاقات كلها، فما مصالحات للناس المنفصلين. في العمل خف عليك الضغط الأسبوع هذا يا عذراء، آخر الأسبوع باش تحقق أمنية. وبالنسبة لنصيحة الفلك ليك يا برج العذراء، خفف من المصاريف الزايدة وفكر في تغيير خطة مالية. وي ثور تويك مدام. برج الثور اللي الكل أمور. الأسبوع هذا يا برج الثور في قمة النشاط والحيوية، وأنا نقول لك اللي الأسبوع هذا يا برج الثور أسبوع بخمسة نجوم ليك أنت، أضرب عندك سيدي. الأمور كلها لصالحك، إن شاء الله فما ترقية في العمل، نتائج دراسية رائعة، والناس اللي يخدموا في 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 الأشياء الإبداعية، فنانين أو رياضيين أو أي حاجة فيها إبداع، البرج الثور الأسبوع هذا باش يكون مميز، وعنده كاريزما خاصة على خاطر فينوس في الميزان وتعطيه المميزات هذه كل. نقول له يا برج الثور ما تعاندش مع الشريك، خليك لين، وإن شاء الله أنت الأسبوع هذايا تحمل في قلبك الكثير من المحبة، وداير بالمحبين، وعندك الكثير من المعجبين، وفما معجب باش يقدم لك خطوة إلى الأمام على السوشيال ميديا يا برج الثور.
ركز على اللون الأخضر الأسبوع هذا وعلى غذائك يبدأ أخضر، كل ما هو خضار بهيلك ويعطيك الطاقة الإيجابية. برج الثور مفتاح السعادة ليك هالأسبوع هذا، ركز على الصداقات والعلاقات على خاطر الناس حولك باش يساندوك وأنت محتاج لطاقة مساندة من الناس. يا برج الثور الترابي. نختم برج الجدي. برج الجدي الأسبوع هذا يا فاطمة عنده لمسات باش يضحهم، وعاطفيا صعود ونزول، ماهوش الترمومتر مرة طالع مرة هابط. الجدي في العاطفة ماديا تكون الامور ميسره ومستقره اكثر من الفتره اللي فاتت، على خاطر المشترى هو في برج الجدي، والمشترى هو الحظ الاكبر يعطي الحظوظ للجدي الترابي. واذا كان انت يا جدي باش تغير، عندك تغيير الملابس وعندك ترتيب في المنزل، وإلا غيرت ملابسك ولا رتبت من منزلك حاول باش تتخلص من الأشياء القديمة وتغير طاقة المكان، لأنها نحن لما نتخلصوا من الأشياء القديمة نجيبوا طاقات جديدة، نجيبوا طاقات جديدة وتجينا حاجات جديدة. وبالنسبة للبرج الجدي عواطف قوية وامرأة أو رجل يعود لك من الماضي يا برج الجدي. ونصيحة الفلك ليك، كن حذرا في التعامل مع المال ومع الأشخاص، لا تسلف فلوس ولا تتسلف فلوس، راك باش تخسر الفلوس والأشخاص يا برج الجدي. هاي المفتاح هذيك هو بدون الفلوس، هكا المفتاح هو انه برج الجدي لا يسلف ولا يسلفوه، يمشيوا الفلوس وتمشي تمشي الفلوس وتمشي العباد. وانا راني ما نعيش وما نقلقش، بدي نقول لكم نحبكم برشا برشا، حبوا رواحكم باش تحبكم الحياة. ميرسي بوكو مدام بسمة الحنافي خبيرة أبراج وتاغو. نرجع بعد الشيف. مرحبا فاطمة، رجعنا مع بعضنا لكوجينتنا. كيف ما شفنا احنا الكمونية قاعدة طيب، كيف ما قلت في الأخر تهديولها النار وتخليوها تقف على زيتها. دونك رد بكم تغلطوا في الفلفل، لأن اليوم فلفل حار برشا ما نحكي لكمش. دونك مع الكمونية حبيت نحضر فلفل محشي. فلفل محشي، اش دخلني بفلفل محشي انا؟ نحكي على الخبز المحشي. دونك خبز محشي اليوم قلنا بالعجينه هذه سبيسيال بيتزا من عند سماك شيف، عجناها خليناها تخمرت وارتاحت. دونك بعد ما ارتاحت البات نتاعنا نجيو للفارس اللي باش يكون في قلبها. عندي هوني سفناريا ربيتها بالقدا، معاها هي قصيت بصل اخضر جيد بالعروش نتاعو كيف ما نشوفوا هكا، ذبلتهم هذوما في شويه زيت نجمه، خليتهم ذبلوا باش نخلط معاهم هما فروماج رابي. خذيت هنا جودا من عند مرياح، نقول لكم اللي هو ديما راهو من اعز لي فروماج اللي خدمت بهم ونخدم بهم ديما، على خاطره 100% حليب وسيرتو مراقب صحيا في معناها في حلقه الانتاج نتاعو. ديما نضمن اللي نوكل صغيراتي ولا الحباب عليا العزاز عليا نوكلهم حاجه نظيفه مراقبه صحيا. هذايا فروماج مرياح وما يميزوا باش تاخذوا الفروماج وتكمانديوه لداركم ونعرفوا تو حجر صحي. دونك ماذا بيكم تدخلوا على الباج انستغرام وباج فيسبوك فروماجري مرياح، تكتبوا فروماجري مرياح تلقاو لو دو باج هذوما سواء على الانستغرام ولا على الفيسبوك، وتلقاو النوامر نتاع التليفونات نتاعهم ويقولوا لكم كيفاش ليفريزون تم في تونس. نعرف اللي هي في تونس الكبرى بلاش، وفي المناطق البعيده شويه على تونس تزيدوا 7 دينارات حاجه رمزيه للترونسبور. هذه على الشاشه مشكور سيد المخرج، ورانا الارقام الهاتف بما فيهم 58 451 071، والا 58 451 019، هذوما من جمله الارقام اللي تلقاهم على الباج نتاع فروماجري مرياح. به بعد ما تخلط الفرماج نتاعنا مع السفناريه والبصل اللي ذبلناهم باش نزيد عليهم هنا البنه بكلها اللي هي تن البدر بزيت الزيتونه وهل يخفى القمر. دونك نشوفوا هنا ترانشات التن كيفاش يكونوا كاملين. دونك هذيا نحاول ننزل عليهم بالكدا بالكدا باش يتفتفتوا، شوفوا حتى لونه محلاه التن روز، دونك حاجه مزيانه برشا. ننزل هكا على التن نتاعنا نخلط هذايا الكل، مانيش باش نزيد ملح باش نكتفي بالطعمه الملح الموجوده في الفخوماج وفي التن، باش نزيد عليهم تشيشه خفيفه فلفل اكحل صغرونا هكا ويزي فيه البركه. هذايا الكل يتخلط مع بعضه، وباش نبدا نعبي كعبات الخبز نتاعي اللي هما سهلين برشا. حضرت انا جلجلان حتى اللي باش يكون فوق منهم، دونك امورنا كلها حاضره هنا. ناخذ البات
اللي هي شوفوا الفوليوم تاعها كيفاش تزاد، اللي هي العجينه سبيسيال هذه البات سبيسيال نتاع بيتزا من عند سماخت شيف، عجنناها ارتاحت ومرها مريقله. توا باش ناخذ نعمل كعبرات نتاع خبز ونحط في قلبهم هالفاخس باش ما تلصقش البات في يدي. ناخذ شويه هالديو هذا، ديو اللي هو زيت نجمه قلت بالفيتامين او، دونك هذايا مهم برشا. ندهن يديا هكا وناخذ البات نعملها كعبرات حسب الحجم اللي انا نحب عليه. نجم نعملهم صغيرات كما نجم نعملهم كيما البان بورغر، كيما نجم نعملهم اكبر، انتوما واش تحبوا. دونك ناخذ بهالطريقه هذه الخبز نحلها في يدي ونحط في وسطها الفارس بكيفيه بسيطه برشا. ناخذ مغرفه من الفارس هذايا ونحطوه في قلب البات كيف ما نشوفوا هكا. نجي نلف الاطراف نتاعها بالقدا، نحاول نلصقهم هكا، ومن بعد باش نعاود نكعبرهم ونحطهم في الكوشه. نخليهم يرتاحوا قبل ربيع ساعه قبل ما يدخلوا الكوشه يعاودوا يخمروا شويه، ومن بعد نحط الكوشه تسخن على درجه الحراره القصوى نتاعها في الدار تكون 250 240 ونحطهم يطيبوا مده 20 25 دقيقه. هذا ما كعبات الخبز. انا باش نكمل الفارس كل هكا بهالطريقه. كان تحبوا تزينوهم كيف ما انا باش نعمل، حطيت صحيفه فيها الجرجلان ونحط كعبه الخبز هكا هو اللي يكون على الوجه. الجرجلان راهو فيه برشا فوائد صحيه، وباش نواصلوا في الفوائد الصحيه خلينا نمشيوا بحذا فاطمه والدكتوره ضيفتنا. مشكورين لشيف الوغ كما قال لكم ايوب، بحذنا الدكتوره بيا بوريش. صباح الخير. صباح الخير. شنو احوالك؟ تخي بيان تو. دونك انت اخصائيه معناتها زراعه شعر، دونك اليوم قلت لنا باش نحكيو على زراعه الشعر مدام. ابسوليومون باش نحكيو على من بعد زراعه الشعر، خاطر الناس الكل تسال كيف تصير زراعه الشعر، عند شكون نعمل شكون خير اكسيتيرا، اما من بعد زراعه الشعر وقتاش العبد يتسال وقتها يزرع شعره، وقتها من بعد يجم يبيع ويبدا يلوش في لي فورم. دونك بعد زرع شعر راهو الفتره هذيك دوم بريسك عام، وعندها اهميه كبيره كبيره، خاطر صحيح طبيب يجي يعمل لك اون تخي بون اوبيراسيون، دونك العمليه تعملت بالكدي بالكدي، اما انت تنجم تحطمها من بعد والعمليه النتيجه نتاعها ما تبان كان من بعد سبعه شهور عام انت والعبيد انت والمنطقه اللي عملتها. دونك بور فو دير لامبورتونس نتاع السويفي ونتاع شنو باش تعمل من بعد. دونك شنو لازمنا نعملوا بعد زرع شعر؟ عندنا اون بيريود نتاع ال 15 ايامات لولينين اللي سبيسيال فيها قشره تاع الدم اللي باش يتكون في كل بصيله تزرعت. القشره نتاع الدم هذه لازمنا نستنى وتتنحى. كيفاش تتنحى القشره هذه نتاع الدم؟ كل نهار في بعد زرع الشعر في الثالث يوم باش نغسلوا شعرنا بشامبوان معين. الشامبوان معين اللي تحبوا عليه ني با اكسترا اوردينير، ماهوش علم كبير، الفو ان شامبوان ما يطيحش الشعر ما يضرش الشعر، سورتو وقت الشعر اللي فراجيل تزرعت رانا نقلناها من بقعه وحطيناها في بقعه اخرى يعني تعبناها، دونك ما تنجمش تزيد تعبها بشامبوان يجم يضرك. دونك هذاك علاش، دونك من لي شامبوان المنصوحين هو مثلا الاير اكسل. دونك اير اكسل شامبوان كيفاش تستعملوا؟ تستعملوا مره كل نهار مده 15 يوم، تعمل اون ابليكاسيون دون فاسون معناها ليجير، دونك ديما نذكروا الشامبوان يتحط في الكف نتاع يدك، تعمل موس، تعمل رغوه، تاخذ الموس هذيك وتبدا تو ابليك لا بروميير سيمين الجمعه الاولانيه فوز ابليكي sur les greffons en tapotant. Les vous vous devez tapoter. خاطر الشعر اذا تعمل لها هكا جمعه الاولانيه تنجم تتنحى راهو محطوطه جوست في نقبه. اي لو ديغيير مو تابوتي سي اوسي خاطر خذينا من البقعه هذيك دونك فيها سي سا مجروحه دونك il faut pas l'irriter. هذه الجمعه الاولانيه ولازم زاده اون لوسيون. لوسيون شنو تصلح هذه؟ دونك كيما نذكركم لا لوسيون تاع اريكسيل تصلح باش الشعيرات الدمويه يتحيروا، اي دونك عندي اكثر تغذيه في الزون هذيك، وحنا حاجتنا وقتها برشا تغذيه خاطر البصيله تنقلت. دونك نحطوا قبل ما نعملوا شامبوان لا لوسيون. لا لوسيون منها الفا تحل ان بو لي كروت، باش احنا وقت نعملوا شامبوان بشويه بشويه لي كروت يتحلوا لين يتنحاو. دوزيام سومين لو بوت دو لا دوزيام سومين سي با فورسيمون دو لافي لي شوفو مي دانلفي لا كروت. ابخي اون سومين ما عادش نخافوا ياسر من البصيلات اللي تحطوا، نوليو نعملوا ان موفمون سيركولير اون فوا كون امي. دونك بروميير ايتاب نحطوا لوسيون نستنيو 15 مينوت 20 مينوت دي فوا لازمنا اون اور تشوف الكروت ولات تريا شويه، وقتها فو بروني فوت شامبوان فو فيت كوم سا وتبدا تعمل دوزيام سومين دي موفمون سيركولير. لو بوت دانلفي لو بوت دو لا دوزيام سومين سي دانلفي تنحيو القشره، دونك دي موفمون سيركولير ولا داغيير اون افون. ديما تذكروا لو بوت سي دانلفي القشره. نذكر ديما وقت عندنا وسخ مثلا في القاع نتاعنا نحلو نحطوا شويه ماء ومن بعد نعديو ان شيفون سي لو ميم برانسيب، خاطر كان باش تبدا تحك القشره تطيح الشعر حتى القاع نتاعك تجرح سي باغي للشعر. دونك فو فيت اتونسيون لوسيون تا
تتحل الكروت ومن بعد شامبوان وون اونليف تو دوسمون. فما عبيد يخافوا يقول لك انا دكتوره ما حبيتش نمس ونعرف انت قلت لي هكا وانا خفت على البصيله اللي يطيحوا وشفت كعبيد طاحوا. نو البصيله اللي راهو سيسكي الانتيغيور في وسط الجلده، اون فوا تحطت لك في الجلده، الجلده بس سيكاتريزي هي الداخل، دونك حتى كان طاحت شعره ماهيش البصيله اللي طاحت، الشعره الميته خاطر الشعره تموت وتعاود تحيا. انا لو بولب في وسط الجلده ما عادش تخاف، دونك صحيح باش يطيحوا لك اما ما تخافش، سو سون دي شوفو نذكروا لا لونغور دي شوفو اللي يتشاف راهو هو الميت، اللي ما يتشافش هو اللي في فروه الراس هو الحي، دونك ما تخافش، اذا الدكتور قال لك اعمل هكا اعمل هكا. نذكروا زيدا لي باسيون شنو يحبوا اخر، اون فوا تنحط لهم القشره بعد 15 جور يطلبوا الدكتور ديما ميم سي الدكتور يفسر لهم يطلبوه يقولوا له دكتور وتوا شنو نعمل؟ بعد 15 يوم ترجع لحالتك العاديه، يعني كان انت كنت تغسل شعرك مره في الجمعه ترجع تغسل شعرك مره في الجمعه، اسكو ترجع الشامبوان بتاعك القديم؟ اذا الشامبوان بتاعك القديم ما فيها باس ترجع له اذا هو باهي، مي اذا انت ديجا دكتور عطاك شامبوان باهي ما يضرش الشعره دونك تاع اريكسيل لوسيون ما يضرش الشعره تنجم تواصل بها، مي تولي بالفريكونس اللي كنت بها قبل. يعني كيفاش نفسروا؟ ما قلتش مره في الجمعه، اذا انت كنت تستعمل مره في الجمعه خاطر الجلده نتاعك ماهيش دهنيه دونك مره في الجمعه تكفيك دونك ترجع مره في الجمعه. فما عبيد جلدتهم دهنيه، انا قبل ما ندخل لكم جاتني طفله قالت لي اوه دكتوره انا شعري زايد كل نهار شنو نعمل؟ اي با شعرك يزيد كل نهار كان عندك ان شامبوان ميذرلك شعرتك تغسل كل نهار، اما بالطريقه اللي فسرتها لك ما تحطش بزايد راهو سي ان ديتيرجون معناها يجم يعمل التهاب، دونك اون بوتيت نوازيت نحلوها وما فيها بيس تغسل كل نهار ما تخافش، كل واحد كيفاش، دونك اسمع بدنك عود افهم كيفاش شنو لازمك تعمل باش انت اوني لو ميور ميدسان دو سوا ميم راهو ما يقولكش ان يا با دو جينيراليتي اوني توس دي كا يونيك، اما الطبيب لازم يفسرك علاش وكيفاش ومن بعد انت تتاقلم بهذاك، دونك تكملوا مده عام تستعملوا دونك فوت شامبوان اي فوت لوسيون اي سورتو حاجه راهو فراجيل انا ديما نقول البصيلات سي كوم دي بيبي ان بيبي تخلق جديد وتحط في بقعته، ان بيبي مده عام الاولاني تخاف عليه، لازمك تعطيه اعز تغذيه، تبعد من لي برودوي توكسيك، تاخذ كان لي شوز دي فيتامين منوع اكسيتيرا، دونك ما تنساش الكومبليمون اليمونتيغ نتاعك، بيان سور هو ماهوش اوبليغاتوار، حتى شيء ماهو اوبليغاتوار في الدنيا هذه، لو كور هيومان يجم يعيش وحده، دو سوا ميم إل سيرفي، لو كور هيومان إلي في افيك اون بومب كاردياك، ان سيرفو، نجمو نعيشو، مي إذا تحب احسن حاجه ليك خاطر ديما لي باسيون يسالوا شنو احسن حاجه يا دكتوره شكون اعز دكتور اكسيتيرا انا تو باش نعطيكم احسن حاجه ليكم دونك لازم ان كومبليمون اليمونتير سكي بيان اريكسيل عندها لا غام كومبليت دونك تيخو ان كومبليمون اليمونتير كو تو فا بورسويفر بوندون ان ان بوندون ان ان شعرتك سي ان بيبي من بعد خليها تسرح وحدها مي العام الاولاني ماهيش عاديه راهو ال نو برون با ما تاخوش سنتي في الشهر لي سي ان بيبي يكبر بشويه بشويه من الاول ماهوش من بعد عام يولي ياخذ سنتي في الشهر دونك يعيشكم خذوا فوت كومبليمون اليمونتير كومبليمون اليمونتير نذكروا ديما لاليمونتاسيون لازمها منوع وديما لي فروي سيك لي ليغوم دو ديفيرونت كولور وفك علينا من لي فيكولون كل لي بات وكل لي سا نو سير ا ريان وكل خب علي سامحوني مي خلينا دون سكي صحي كومبليمون اليمونتير نتاعك نذكر ديما انا مي باسيون شنو يقولوا لي زيدا قولي لي دكتوره غالي وحنا ديجا صرفنا للعمليه والعمليه غاليه كيفاش باش نعمل انا توا ما كنتش مبرمج اللي لازمني ناخذ هذا الكل بون اي بان نذكر اللي لاكام اريكسيل ماهيش غاليه اي كان تحب مثلا تتشحى على روحك تنجم تقول بون ناخذ شامبوان تنجم تقول بون انا تغذيتي باهيه والكل تنشحى على الكومبليمون اليمونتير خذ او موان ان دي تخوا كان تنجم تاخذ لا غام انتيغ راهي ماهيش غاليه سي سكي بيان راهو سي تري امبورتون توا الغلي صعيب معناها واحد باش يتاقلم مع الدنيا هذه ماهوش ساهل دونك تخوا شوز من بعد زرع شعر هذم لي كومبليمون اللي تستحقوهم من بعد بيان سور فما عبيد ودي ميديسان يعطيو دويات اون بلوس دو سا خاطر دي فوا الزون هذه خايبه لازمنا نحيروها لازم دوي كاريمون مي دوي اي دوي راهو يجم يعمل اعراض جانبيه دونك الاعراض الجانبيه يحكي لك عليهم الطبيب وكان انت قبلتهم اي با تاخذ دويك كان ما قبلتهمش ماكش باش تاخذ دوي ولازم تقبل وضعيتك ميرسي بوكو دكتوره بيا بوريشه اخصائيه في زراعه الشعر ونرجعوا لحكايه الغلاء نتاع البرودوي هيركسل اذا كان حسيتو غالي عليك وهو ماهوش غالي راكي تلقاه في لي فارماسي تنجم تدخل وتمشي وتشوفوا الاسعار عندنا لك حل اللي هو تلقى لافيش هذه موجوده في باج الماتينال دونك تدخل تعمل جيم على باج الماتينال
تاجي ثلاثه من صحابك وتبارتاجي الا فيش هديه وتربح كيغ نتاع ثلاثه اشهر، معناها الباك اللي تشوفوا فيها فوا 3. دونك صحه ليكم للناس اللي هي باش تربح معنا الباك الخاصه بهيركسل. نشوفوا السبوت الخاصه ونرجعوا. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إيركسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إيركسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إيركسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إيركسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إيركسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. كل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها. أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي يعزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها. وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا وسرنا المحبه.